أين الباقون؟ ما شاء الله، فقد حضر ثلث منكم. الرئيس، هل حضر معكم الرئيس؟ مسؤول فصل ألف فصل باء. ها؟ من المسؤول؟ عارف فرحان؟ نائبه أنت عبد الله شهيد؟ لا، أنا أريد فقط حتى لا يكون هناك ماذا إرسالات بالنسبة إلى الواجب. أنا أريد جميع تلك الواجب لكل فصل يجمع مع رئيسه، ثم الرئيس يجمعها بملف واحد، ثم يرسل إلي بعد ذلك حتى يتم التفريق بين ألف وباء. نعم، حتى يتم التفريق. الآن الذي دخل عندي فصل ألف وباء، فصل ألف وباء، ولا أدري هذا أي فصل، هذا يحتاج إلى تصفح مرة أخرى. جيد، هذا من فصل باء ولا في فصل ألف؟ حتى تيسر لي فقط ماذا إذا أردت أن أبحث في فصل ماذا ألف مباشرة، هناك خاص ملفات الواجب الخاص للفصل ألف. وإذا أردت أن أبحث مثلا طالبا في فصل باء، إذن يبقى عندي فقط أن أبحث في ملفات خاصة لفصل باء فقط للواجب. هكذا الذي أريده يا مسؤول فصل ألف وكذلك فصل باء. جيد، إذن مرة أخرى على الجميع تبلغ هذا لمن لم يحضر، على مرة أخرى يرسل واجبه إلى المسؤول، يرسل واجبه إلى المسؤول، مع المسؤول يجمع ذلك، ثم بعد ذلك هذا الملف يرسل إلي بعد ذلك. نعم، فإذا لو أردت أن أعطي كل واحد منكم ماذا نتيجة الواجب، إذا بقي فقط لي أن أفتح فقط فصل ألف هذا 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 هذا. هناك من لم يأتي بواجب مثلا حتى أعلم مباشرة. أما الآن حاليا عندي هو ماذا متبعثر، هناك فصل ألف، أحيانا فصل باء، أحيانا كان ألف 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 ألف، أحيانا باء يأتي بعد ذلك متأخرا، أحيانا باء مرة أخرى ثم ألف بعد ذلك يأتي متأخرا، فحتى لا يكون متبعثرا هكذا. جيد، فتيسيرا لي كذلك أريد لكل واحد من يجمع واجبه عند الرئيس، ثم الرئيس ماذا يجعله ملفا واحدا، ثم بعد ذلك يرسله أو يرسل الرئيس هذا الواجب إلي. حسنا، من المسؤول فصل؟ من فصل ألف؟ وفصل باء؟ فصل باء من المسؤول؟ من؟ لكن فصل باء معنا صح ولا لا؟ نعم، أخبره عن القضية. انظر، إلى الآن لا زال ماذا يرسل واحد منكم واجبه حتى يبتلي. عفوا أستاذ فوزان فتح الرزاق. جيد، فنريد أولا عند رئيس الفصل، ثم رئيس الفصل يجعل ذلك الواجب ملفا واحدا ثم يرسله إليه. طيب، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نعم، اليوم آخر اليوم، اليوم إلى حد المغرب،
إلى حد المغرب لتوقيت لمبوك. جيد، ساعة سادسة، ساعة سادسة لتوقيت لمبوك، ساعة سادسة في لمبوك، ساعة خامسة في جوة الغربية. جيد، هذا آخر الموعد لجمع الواجب، فإذا تجاوز عن ذلك فلا نقبل، فلا يقبل المسؤول، لا يجوز له أن يقبل. المهم الآخر إرسال هو الساعة الخامسة في توقيت الغربية، نعم، والساعة السادسة في توقيت لمبوك، عندنا المغرب تقريبا ساعة السادسة وزيادة قليلة. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الصفا وعلى آله وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإننا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن قول ربنا عز وجل، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقد تكلمنا قبل ذلك عن الآية قبلها، هنالك دعا زكريا ربه، وقد فصلنا وقد بينا رأي العلماء في معنى هنالك. هناك من قال هنالك وهناك شيء واحد، وهناك من قال هنالك يتعلق بالزمان وهناك يتعلق بالمكان، ولكن قد يستخدم هناك بمعنى الزمان وكذلك على العكس. ثم بعد ذلك في قوله ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، هنا كما ذكرنا سابقا هي إشارة أو إشعار بأن زكريا عليه السلام يريد هذا الولد من عنده سبحانه وتعالى. لأن السبب العادي منفي لا يوجد. زكريا قد بلغ من عمره شيخا كبيرا، وكذلك زوجته وهي كذلك عاقر لا تلد ولا تنجب، ولذلك السبب العادي أو الأسباب العادية لوجود الولد لا توجد عند زكريا وكذلك زوجته، ولذلك زكريا عليه السلام قال لربه هب لي من لدنك. نعم، من لدنك يعني منك يا رب، كيفما يأتي هذا الولد. المهم هي هذا ذرية طيبة. ثم بعد ذلك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جاءت الملائكة، وقلنا كذلك للعلماء في معنى قولي أما فنادته الملائكة قولان كما ذكرنا. هناك من قال الملائكة يرنا أو يرد بها هنا يعني جبريل عليه السلام، أي فنادى جبريل عليه السلام زكريا يصلي وهو يصلي في المحراب. ومن أهل العلم من قال لا، بل الملائكة هي جمع الملك، نعم، جمع من ملائكة الله سبحانه وتعالى، فهم يأتون وهم ينادون زكريا عليه السلام في أثناء وهو في أثناء صلاته في المحراب. والله تعالى أعلم على كل حال، والله تعالى أعلم. من حيث الظاهر الرأي الثاني صحيح، ولكن ومن حيث المعنى، لأن الذي دائما يرسل للأنبياء، جيد، الملك المرسول، جيد، أو المرسل للأنبياء هو جبريل عليه السلام، لأنه موكل بوحي الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. لو قلنا على الرأي الثاني فجبريل عليه السلام منهم، جيد، ولو قلنا على الرأي الأول جبريل عليه السلام هو رسول المرسل خاصا لهؤلاء الأنبياء بخصوص وحي الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام مرة أخرى، هذا الكلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، بالغالب الذي يكلم الأنبياء هو جبريل عليه السلام، خاصة ما يتعلق بوحي الله سبحانه وتعالى وبالتبشير. نعم، ولذلك والله تعالى أعلم،
جيد، فأنا أعتبر هذا الخلاف خلاف التنوع وليس خلاف التضاد، لأن جبريل من ملائكة الله جيد، وجبريل هو رسول موكل من عنده سبحانه وتعالى بوحي الله سبحانه وتعالى. الله يبشرك بيحيى، وقلنا بأن الله اللي سمى ولدا، نعم، ولذلك نعم الاسم اسم من الله تعالى لأحد عباده سبحانه وتعالى. مصدقا بكلمة من الله، قلنا بأن أول بشر يصدق نبوة وإن كان يرو سنا أو أنا أو ما أكبر سنا من عيسى عليه السلام. جيد، وذلك لرواية أن من زوجة زكريا عليه السلام قالت لمريم لما حملت كذلك: أنا أجد ما في بطني ساجدا لما في بطنك. فقيل أن هذا يدل على أن يحيى عليه السلام كان يصدق عيسى أو نبوءة عيسى عليه السلام وهو كان في بطن أمه. نعم، إذن مصدقا بكلمة من الله، يعني بكلمة من الله هنا هو عيسى عليه السلام. نعم، عيسى عليه السلام. وسيدا قلنا فقيها عالما عابدا، سيدا كذلك سيادة من السيادة. وسيدا يكون سيدا لماذا؟ لأناس في زمن زكريا عليه السلام أو لأناس في زمن يحيى عليه السلام، جيد، قبل ولادة من؟ قبل ولادة عيسى عليه السلام، وبعد ولادة عيسى كذلك يكون سيدا على غيره من الناس. نعم، فيكون إماما كذلك مثل عيسى عليه السلام، نبيان من الصالحين. وسيدا، وقل الأنبياء، جيد، الأنبياء كذلك يجوز لنا أن نقول لهم بماذا؟ بسيدنا، نعم، سيدنا يحيى عليه السلام، سيدنا محمد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، سيدنا زكريا عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، وهكذا بقوله سبحانه وتعالى وسيدا. وهذا ليس على سبيل المبالغة، لأن هؤلاء الأنبياء أحق أن يقال بأنهم سادات العالمين. نعم، لأن خير البشر وهؤلاء أنبياء الله ورسله، ويأتي بعد ذلك أولياؤه سبحانه وتعالى. نعم، أو على ترتيب الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين، هكذا ترتيب أفضل البشر أو أفضل الأنام في هذه الدنيا. وحصورا قلنا الحصور، نعم، الحصور يعني الممنوع. فيحيى عليه السلام امتنع نفسه من الوقوع في ماذا؟ في الزنا أو من مس النساء. لذلك لو كان أحدا ما 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 ماذا ما من عبد يأتي يوم القيامة إلا وله ذنب إلا يحيى عليه السلام، وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك ونبيا التقرير بأنه عنه لا وكذلك من الصالحين. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الجديدة، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعم، إننا سنتكلم عن بعض الأمور في هذه الآيات. أولا أن معنى الرب وأن في قوله قال ربي أن، ثم ثانيا ما يفيد سؤال زكريا عليه السلام أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، ثم ثالثا عن عدم الكلام 3 أيام. هذا لماذا لا يستطيع زكريا عليه السلام من خلال 3 أيام لا يتكلم؟ وبعد ذلك عن معنى الاصطفاء في قوله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. والفرق بين هذا الاصطفاء، لأن الاصطفاء مذكور مرة، قال إن الله اصطفاك مرة الأولى وطهرك واصطفاك للمرة الثانية على نساء العالمين. وما الفرق بين الاصطفاء الأول والاصطفاء الثاني؟ إن شاء الله نتكلم عن هذا، أن هذه الأمور بإذن الله تعالى. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب، أي اختلف المفسرون في معنى الرب هنا إلى قولين. قال الإمام الكلبي الرب هنا يعني جبريل عليه السلام. قال ربي أنى يكون لي غلام، لما؟ لأن الآية التي قبلها الله تعالى قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يعني على لو أخذنا الملائكة بماذا جبريل عليه السلام، إذا من المناسب أن يقال بأن رب هنا يعني جبريل عليه السلام. لما؟ لأن جبريل هو الذي يكلم زكريا ويبشره بيحيى عليه السلام، ثم ثانيا يواصل بعد ذلك رد الكلام زكريا عليه السلام، يرد كلام قال ربي أنى يكون لي غلام. فعندئذ من المفسرين من قال بأن الرب هنا ليس الله سبحانه وتعالى وإنما جبريل عليه السلام، أي قال لجبريل ربي أي يا سيدي. معنى ربي هنا يا سيدي، إيه؟ قال ربي أي يا سيدي، مثل رب البيت لا مانع في ذلك، لا يلزم أن يكون مرة أخرى معنى الرب يعني هو الله سبحانه وتعالى، قد يستخدم مرة أخرى لغير سبحانه وتعالى بمعنى سيد أو صاحب، بمعنى سيد أو بمعنى صاحب. قال لجبريل ربي أي سيدي أن يكون لي غلام، أي أن يكون لي ولد. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني وقال بعضهم قوله ربي يعني الله تعالى، يعني الله سبحانه وتعالى. إذن الله هو الذي يكلم زكريا عليه السلام. ماذا؟ الله هو زكريا عليه السلام هو الذي يكلم الله سبحانه وتعالى بعد أن بشرته، بعد أن بشرته الملائكة، أو بعد أن بشره جبريل عليه السلام بولد اسمه يحيى. قال بعد ذلك زكريا سائلا ربه سبحانه وتعالى الله، قال ربي أنى يكون لي غلام. نعم، الله تعالى أعلم. كذلك الرأيان والله تعالى أعلم كذلك مقبول عندي. بالنسبة لي الرأيان كذلك مقبول. لما؟ لأن جبريل عليه السلام ما كان يكلم الأنبياء الله سبحانه وتعالى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو رسول من الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكلم الله سبحانه وتعالى أنبياءه فالذي يكلمه جبريل عليه السلام، جيد، لأنه هو الذي جاء ماذا بواسطته ويرسل ماذا وحي الله سبحانه وتعالى على قلوب أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك والله تعالى أعلم قال ربي أنى يكون لي غلام. وعلم جبريل عليه السلام كذلك لما لو سئل جبريل، لو افترضنا بأن المقصود هنا يعني جبريل عليه السلام، وجبريل لا يمكنه أن يجيب إلا من عنده سبحانه وتعالى، لا يمكنه أن يجيب إجابة بإذن ربه سبحانه وتعالى،
ولذلك قال كذلك نعم كذلك الله يفعل ما يشاء. لذلك والله تعالى عالم بين الرأيين، من قال بأن الرب هنا جبريل عليه السلام، وكذلك من قال بأن الرب هنا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك تناقض، ليس هناك تعارض. نعم، لأننا قلنا آنفا لأن جبريل عليه السلام هو رسول من الله تعالى، فهو الذي في الغالب بواسطته ماذا؟ أنه يرسل وحي الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أنبياء الله تعالى وكذلك رسله. نعم، فمن قال بأن الرب هنا يعني الله تعالى، الله تعالى، أن إذن أن بمعنى كيف، بمعنى كيف، أي قال ربي كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر، هي ما الطريقة يا رب حتى أستطيع، حتى أستطيع أن أملك ولدا وقد بلغني الكبر كبير السن وكذلك امرأتي كبيرة السن وكذلك هي عاقر، إذن كيف يكون هذا الولد موجودا عند ماذا نملكه هو؟ فلذلك قال بعضهم من قال بأن أنا بمعنى كيف، وهو بموضع نصب على الظرف، وفي معنى هذا الاستفهام وجهان، وفي هذا معنى وفي معنى الاستفهام هنا معنى الاستفهام وأن أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر، مرة أخرى ماذا وجهان على هذا الاستفهام. مرة قليلا قليلا أنا ما سمع هلو رئيس فصل ما أنا سمعت الصوت جيدا يا عبد الله. ما التي لم تنتقل؟ الشريحة. الأرض لم يتغير. لم تنتقل؟ لم تنتقل؟ الشريحة تغير. الآن التي عرضت هي قول قال رب أن يكون لي غلام، هذا لم تنتقل الآن؟ لم. الذي يظهر هنالك هذا. الذي يظهر هنالك. طيب تعال نجرب اذا هنتكن برزنتاسي ثم نكرر مره اخرى. كيف الان؟ مظلم ذات مظلم. الشاشة قال رب أن يكون لي غلام. مظلم مظلم مظلم. لم تظهر الشاشة. طيب. قلنا آنفا معنى الاستفهام أو معنى سؤال زكريا عليه السلام. أن ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. نعم، قال وفي معنى هذا الاستفهام وجهان. عند شاشة. وفي معنى هذا الاستفهام وجهان، أحدهما أن زكريا أو أنه سأل هل يكون له الولد وهو وامرأة أو يردان أن يلد أو يردان إلى حال من يلد، أي بمعنى ماذا؟ أن زكريا عليه السلام سأل ربه يا الله كيف يكون لي ولامتي ولد مع حالهما الآن، يعني كونهما كبير السن وكذلك امرأته لا تلد، يعني امرأة عاقر، أو هل يردان إلى حال من يلد، هل نحن سوف نرد إلى حال من يلد يا الله أصبحنا مفقرة أخرى، يعني ماذا
إنسانية امرأة قوية وكذلك هل ماذا امرأة تلد أو تنجب؟ هل معنى السؤال ماذا أسأل هذا السؤال أو الاستفهام الأول؟ الثاني سأل زكريا هل يرزق الولد من امرأته العاقر أو من غيرها أو من غير هذه امرأة، يعني مثلا زكريا عليه السلام يتزوج امرأة أخرى ومن هذه امرأة تلد هذه امرأة ولد زكريا. جيد، إذن السؤال على المعنى الأول يعني زكريا عليه السلام سؤاله هل الولد الذي سوف ترزقه إلينا يا الله مني ومن امرأتي ونحن كبير السن ونحن أو ماذا كبيري السن أو أن تردنا إلى حال عندما كنا لماذا إلى حال رجل سوي ذلك امرأة سوية تلد. هذا الوجه الثاني، يا الله هل سترزقنا بولد من امرأة هذه العاقر أم من امرأة أخرى؟ هذا هو الوجه الثاني. وقيل المعنى بأي منزلة استوجب هذا وأنا وامرأتي أو نعم وأنا وامرأتي على هذا الحال من بأي منزلة استوجب هذا وأنا وامرأتي على هذا الحال، يعني كيف يكون لي ولد وأنا وامرأتي على هذا الحال على وجه التواضع وليس على وجه الاستنكار، كيف يا رب مع حالنا الآن، وليس على وجه كذلك الشك في قدرة ربه سبحانه وتعالى، وإنما سؤال زكريا عليه السلام الذي هو سنتكلم عنه وما يفيد سؤال زكريا عليه السلام، هل هو للإنكار أو هو يفيد الشك؟ جيد، وفي هنا إشارة في بدء الأمر قال على وجه التواضع. جيد، على وجه التواضع وليس على وجه الاستنكار ولا كذلك الشك في قدرة ربه سبحانه وتعالى. ويروى أنه كان بين دعائه والوقت الذي بشر فيه 40 سنة. جيد، وهذا نبي الله زكريا عليه السلام، فكيف بنا يا شباب؟ فكيف بنا نحن؟ نعم، اليوم دعونا الله سبحانه وتعالى ولم نرى ماذا؟ ولم نرى ماذا الإجابة. واليوم الثاني كذلك، واليوم الثالث كذلك، حتى يكون بعض الناس ماذا سئموا من الدعاء. كيف الله سبحانه وتعالى قد وعدنا بالإجابة وإلى الآن قد دعونا الله سبحانه وتعالى ولم يأتني بالإجابة مثلا أو لم يأتنا بالإجابة؟ قال بعض الناس هكذا. نعم، فنقول لهم ماذا من دعاء إلا استجاب الله سبحانه وتعالى ذلك الدعاء، إلا إذا كان صح ذلك الدعاء يعني أصحاب مأكل الحرام وكذلك المشرب الحرام أو كذلك الغذاء الحرام، فهذا أن يستجاب له. جيد، أما سوى ذلك الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب دعاء جميع خلقه سبحانه وتعالى وعباده، إما أن يعجل وإما أن يؤجل وإما أن يدخر وإما أن يحول ذلك الدعاء إلى ما هو خير وصلاح لذلك الداعي. نعم، وهذا نبي الله زكريا عليه السلام بمثابة النبوة، هو نبي الله أقرب وأفضل على وجه الإطلاق أنبياء الله تعالى، وزكريا أحد أنبياء الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما بين دعائه لطلب الولد جيد والتبشير هو 40 سنة. قال الإمام القرطبي ويروى أنه كان بين دعائه والوقت الذي بشر فيه 40 سنة. لاحظت؟ إذن زكريا يدعو الله سبحانه وتعالى وينتظر النتيجة بعد ذلك خلال 40 سنة، وكان يوم بشر ماذا؟ نعم، وكان يوم بشر
يوم بشر وكان يوم بشر زكريا عليه السلام وكان زكريا يوم بشر يوم بشر بالولد هو ابن 90 سنة عمره 90 سنة وامرأته قريبة سن منه 90 سنة إذا تقريبا دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بولد كم في عمره كم إذا قلنا 90 سنة 50 50 في عمر كم يا شباب 50 سنة ها 50 صح نعم 50 أنا في عمري زكريا عليه السلام 50 سنة دعا ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه بولد وبعد ذلك النتيجة يأتي بعد 40 سنة سبحان الله وهو نبي الله كيف بنا كما ذكرنا آنفا فعلينا بالدعاء وعلينا بالدعاء وعلينا بماذا على اليقين بأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءنا نعم ولم يترك يدينا أو يدينا رب ما لم يترك الله سبحانه وتعالى يدينا فارغتين غير استجابة دعائنا والله تعالى أعلم وقال ابن عباس الضحاك كان يوم بشر زكريا عليه السلام بولد الشاشة كيف؟ الشاشة لم تظهر كيف الآن؟ الشاشة مظلمة لا تستطيع أن أرى مظلمة نعم يا أستاذ مظلمة كيف الآن؟ لا يزال مظلمة أنا لا أدري يا أخي إذن المشكلة في ماذا؟ لم يراك ذلك أنا لا أدري لماذا أصبحت الشاشة مظلمة نعم أنا عندي هنا يعني ليست مظلمة اسمعوا فقط جيد هناك رواية أخرى آنفا الرواية الأولى يوم تبري زكريا بولد هو في سن 90 سنة وزوجته قريبة من ذلك أو هناك رواية أخرى من ابن عباس والضحاك كان يوم بشرى قال كان يوم بشرى ابن 20 و100 زكريا عليه السلام لما بشرى بولد وهو ابن 20 و100 يعني 120 سنة عمر زكريا عليه السلام إذا لو قلنا بأن ما بين دعائه وبين استجابة دعائه ماذا 40 سنة إذا كم عمر زكريا عندما دعا ربه ليرزقه ولد ثمانون سنة صح ولا لا؟ ثمانون سنة نعم سنة نعم نعم ثمانون سنة يعني الآن عمره عند ماذا عند وجود الولد هو 120 سنة إذا كان عليه السلام دعا ربه وفي عمره في عمر 80 سنة وكانت امرأته بنت 98 سنة جيد امرأته عمرها 98 سنة جيد هذه شيخة كبيرة جدا نعم والله تعالى أعلم ولكن هذا الله سبحانه وتعالى بشر لزكريا عليه السلام إلى وقد خلقتك ولم تكن شيئا الله سبحانه وتعالى قال لزكريا أنا وقد خلقتك ولم تكن شيئا أنا سوف أخلق ولدك يا زكريا مثلما كنت خلقتك يا زكريا وأنت لم تكن شيئا نعم وهكذا والله تعالى عالم إذن مرة أخرى الأسباب العادية لوجود الولد منفية لا توجد ولكن بقدرة ربه سبحانه وتعالى مع يقين هذا النبي المبارك زكريا عليه السلام بأنه سوف يرزق بولد فدعا ربه سبحانه وتعالى بعدما وجد جواب مريم عليه السلام أن تلك الأرزاق من ربه سبحانه وتعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هذه هي المسألة الأولى المسألة الثانية قبل ذلك قال كذلك نعم ما يفيد سؤال زكريا عليه السلام
هناك الرأيان عن السدي. هذه رواية أن الإمام سمع زكريا النداء فنادته الملائكة يا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. لما النداء لما سمع النداء نداء الملائكة بالبشارة بيحيى جاءه الشيطان فقال له يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله تعالى إنما هو من الشيطان. إذا جاء الشيطان إلى زكريا يوسوسه يلبسه الأمر يخلط بين الحق والباطل. فقال يا زكريا فقال الشيطان يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله تعالى إنما هو من الشيطان يسخر بك ولو كان الله أوحاه إليك كما يوحي إليك في غيره من الأمر. إذن إذا كان من الله إذن سوف يوحى إليك الله سبحانه وتعالى وليس هكذا. جيد؟ وليس هكذا لأن أنت دعوت الله سبحانه وتعالى خفيا المفروض يوحي إليك كذلك بالخفاء. وكيف يسمعك هذا الصوت؟ هذا الصوت من الشيطان يا زكريا كما قاله الشيطان كذلك. جيد؟ فشك مكانه. بعد ذلك زكريا بدأ يشك وقال بعد ذلك يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يكون لي غلام أي يقول من أين. إذن على هذا الرأي بعد أن شك زكريا عليه السلام جيد سأل ربه أن يكون لي غلام. إذن أن هنا بمعنى من أين جيد وليس بمعنى كيف أو ليس بمعنى من أي وجه جيد إن من أين سؤال عن المكان. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وكذلك في مثل هذه الرواية كذلك رواية عكرمة قال فأتاه الشيطان يعني لما نادته لما سمع زكريا النداء بأن الله يبشره بيحيى فأتاه الشيطان فأراد أن يكدر عليه نعمة ربه فأراد أن يخلط عليه نعمة ربه أهو من الله تعالى أم هو من غير الله تعالى. فقال الشيطان لنبي الله زكريا هل تدري من ناداك قال نعم. قال زكريا نعم نادتني ملائكة ربي قال الشيطان بل ذلك الشيطان لو قال الشيطان لو كان هذا من ربك لك كما أخفيت نداءك أو دعاءك يا زكريا عليه السلام ربي اجعل لي آية. إذن أراد أن يتأكد مرة أخرى زكريا بأن ذلك النداء هو من عند الله تعالى أو من عند ملائكة الله تعالى وليس من عند الشيطان. فيسأل مرة أخرى زكريا المرة الثانية فقال ربي اجعل لي آية. يتأكد بأن ذلك النداء أو بأن تلك البشرى أو تلك البشارة من الله تعالى أو من ملائكته سبحانه وتعالى وليس من الشيطان. نعم هذا رأي مرة أخرى. نعم هذا رأي. إذا مرة أخرى فسؤال زكريا عليه السلام ماذا يسأله ما يفيد سؤال زكريا هنا على حسب رواية السدي هو بسبب الشك من زكريا عليه السلام هل هو من الله تعالى أم هو من الشيطان. نعم والله تعالى عالم. ولكن بعض المفسرين قالوا لا كيف يكون لنبي الله أن يشك في أمر ربه أو في بشارة ربه سبحانه وتعالى. فحاشا للأنبياء أن يشكوا في أمر ربهم أو أن يشكوا في الخبر من عند ربهم سبحانه وتعالى. فيقولون على سبيل التواضع كما ذكرنا آنفا إنما سأل زكريا عليه السلام ربه أن يكون لغلام على سبيل التواضع
لما؟ لأن زكريا علم أن الله تعالى قادر على أن يرزقه كيفما كان حاله وكذلك زوجته. نعم، كيف كان حاله هو وكذلك زوجته عليهما السلام. فلذلك سؤال زكريا عليه السلام ليس إلا من باب ماذا؟ التواضع، أو من باب الاطمئنان، كما كان إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم لربه ماذا قال؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الله تعالى أولم تؤمن، انظر الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني لا يمكن لزكريا عليه السلام أن يشك فيما ذاك في قدرة ربه سبحانه وتعالى في الإحياء، ولكن فقط ليطمئن قلب أو ليطمئن قلب زكريا عليه السلام، وليس على سبيل الشك، وليس على سبيل ماذا؟ عدم الإيمان والاستنكار بقدر ربه سبحانه وتعالى. كذلك زكريا هنا ليس على سبيل الشك. وكيف لنبي الله لا يستطيع مثلا لا يستطيع أن يفرق بين هذا الخبر من الله تعالى وهذا؟ فلذلك بعض العلماء قالوا لا، السؤال هنا أن زكريا دخل في قلبه بسبب وسوسة الشيطان الشك، جيد، وإنما تواضعا منه عليه السلام وكذلك من أجل الاطمئنان تلك البشرى، فسأل زكريا عليه السلام ربه أن يكون لغلام. نعم، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فين بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لما سأله أن يكون لغلام، كذلك الله أو جبريل عليه السلام بينت لزكريا عليه السلام كذلك الله يفعل ما يشاء، الله مع عزته، الله مع قدرته، يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء وكيف شاء بإذنه سبحانه وتعالى، فإذا قال كن فيكون بإذنه سبحانه وتعالى. نعم، وبعد ذلك الآية التي تليها قال بعد ثلاثة دقائق قال رب اجعل لي آية، فطلب مرة ثانية زكريا عليه السلام، جيد، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال هنا المسألة الثالثة عدم الكلام ثلاثة أيام، لماذا لا يتكلم زكريا عليه السلام؟ جيد، هو عقابا من ربه سبحانه وتعالى أم كيف؟ قال الرأي الأول ولما بشر زكريا بالولد ولم يبعد عنده هذا في قدرة الله تعالى، جيد، فطلب آية أي علامة يعرف بها صحة هذا الأمر وكونه من عند الله تعالى. قال فعاقبه الله، انظر، بعد أن سأل زكريا المفروض لا يسأل زكريا خلاص، ما دام الله تعالى قد بشره فالمفروض زكريا لا يحتاج إلى سؤال ربه سبحانه وتعالى ما علامة ذلك الولد يا رب. ولذلك قال بعض المفسرين قالوا فعاقبه الله تعالى بسبب هذا السؤال بأن أصابه السكوت عن كلام الناس لسؤال الآية بعد مشافهة الملائكة إياه أو بعد التبشير. قال أكثر المفسرين إلى هذا القول، وقالوا وكذلك إن لم يكن من مرض خرس ونحوه ففيه على كل حال عقاب. ما على كل حال، مرة أخرى، على هذا الرأي، جيد، على أن زكريا عليه السلام جعل يسكت ولا يستطيع أن يكلم الناس بلسانه، وسبب ذلك والله تعالى أعلم منهم من قال ماذا؟ بسبب سؤاله للمرأة الثانية أين تلك العلامة يا رب التي دلت على أن لي ولد، سوف يكون لي ولد، فلساني ولا يستطيع أن يتكلم بعد ذلك ثلاثة على هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قيل زكريا طلب تلك الآية زيادة طمأنينة، وليس مرة أخرى أنه يشك، ولا كذلك أنه طامع في تلك العلامة التي دلت على وجود ذلك الولد. والمعنى
تمم النعمة بأن تجعل لي آية. جيد. تمم النعمة أو بأن تجعل لي آية. يريد أن زكريا من ربه أن يتم نعمته وذلك بأن يظهر له ماذا؟ الآية أو العلامة التي دلت على أنه سوف يرزق بولد. وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة. فقيل آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام أو تمنع من الكلام ثلاثة ليالي. دليل هذا القول قوله تعالى بعد بشرى الملائكة له وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أي أوجدتك بقدرتي فكذلك أوجد لك الولد. واختار هذا القول النحاس وقال بعد ذلك قول قتادة إن زكريا عوقب بترك الكلام قول مرغوب عنه يعني لا يقبل. الذي قال بأن زكريا عوقب بترك الكلام هذا مرغوب عنه يعني مكروه عنه هذا لا يقبل. لما؟ لأن الله عز وجل لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاه كذلك عن هذا السؤال. الله لم يخبرنا أنه كان ينهى زكريا أن يسأله تلك الآية. والله لم يخبرنا أن زكريا كان مذنبا حتى يعاقب بالسقوط أو بعدم الاستطاعة للكلام من خلال ثلاثة أيام. والله تعالى أعلم. على كل حال لما طلب زكريا آية تدل على وجود ذلك الولد فزكريا من فبين الله تعالى بعد ذلك بأن من تلك الآية هي أن يسكت زكريا فلا يستطيع أن يكلم الناس إلا بالرمز فقط يعني بتحريك شفتين أو بالإشارة يدوية أو بالرأس فقط. نعم. فلذلك قال الله تعالى بعد ذلك آخر شيء واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذا يدل على أن زكريا فقط يسكت ثلاثة أيام في كلام الناس فقط. جيد. لا يستطيع لما أراد أن يكلم الناس فلا يستطيع ولكن إن ذكر ربه سبحانه وتعالى إن ربه سبحانه وتعالى في وقت غيوب الشمس أو زوال الشمس وكذلك في وقت طلوع يستطيع أن يحرز لسانه كذلك إخراج صوت. ولكن على العجب أن لما أراد أن يتكلم بناس فلا يستطيع لسانه أن يتكلم مع هؤلاء. والله تعالى أعلم. هذا هو في قوله تعالى قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. نعم. فنختتم على هذا بهذا القدر إن شاء الله. إذن سوف نتكلم عن وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهارك واصطفاك على نساء العالمين بإذن ربنا سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهكم في الدين وأن يعلمكم علم التأويل وأن يرزقكم علما نافعا وإنصاحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وبارك الله. السلام شيخ مهدي.